погнали по Эльбурелу. Сапаяус, 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 الدنيا على مصر الحلوة مش قادرين نصبر ولا ثانية على مصر الحلوة على مصر الحلوة أم الدنيا يا سلام يا سلام وكمان يا سلام على مصر الحلوة أم الدنيا يا سلام يا سلام أيامها حب ولياليها أحلام وغرام جناينها مداينها ونيلها مبانيها العالية وأهاليها على مصر الحلوة أم الدنيا قادرين نصبر ولا ثانية على مصر الحلوة على مصر الحلوة أم الدنيا على مصر الحلوة على مصر الحلوة أم الدنيا وصلنا الفن الوحدة هنسحرها مش عايزة كلام صفر يابو صفر يابو تألية تمثيل إخراج الفن معشش في الدنيا بعد ما دفرنا ودلدلنا على مصر الحلوة أم الدنيا وصلنا مشاهير زي المشاهير وما أنت كبير وفلوسنا كتير صفر يا بور وصلنا وام وصلنا وام قبل ما تزحق نمرة أبويا وتجيب لي زكام صفر يا بور وصلنا وام وصلنا وام نفطر عصافير نتغدى فراخ نتعشى حمام نصبح مشاهير زي المشاهير وما أنت كبير وفلوسنا كتير في الزمالك وانا برضو هناك كذلك وانا حاجز في الجيزة واحنا في مصر الجديدة احنا مش دي بعيدة نوصلها في لحظة واحدة في عربيتنا الكبيرة عربيتنا الكبيرة عربيتنا الكبيرة وانت يا بابا شكري اطلب يا بابا شكري انا حياتي ليك شبابي وعمري فيك عايز اوصل بس بيكم وان شاء الله اسكن حصيرة مصر وصلنا مصر هي دي مصر يعني يا حلاوة بصي بصي مصر باش عرفك انت هو مصر انا بتاع مصر انا بتاع مصر أبص والنبي أنا لما وصلنا مصر أم الدنيا وش فجأة فريق الفن بيوصل بسعادة ويضرب صواريخ يضرب صواريخ يضرب صواريخ مساء الخير مساء الخير لما اقول لك مساء الخير تسيب اللي في ايدك وتشوف بتكلم مين مساء الخير يا فندم يلزم خدمه عندك اوض فاضيه في يا فندم في احجز لنا اوضتين اوام علشان كم نفر عشان سته سته ست نفر في اوضتين ايوه اتنين حريم في اوضه واربعه رجاله في التانية اربعه في اوضه مش معقول مش معقول ليه ها احط سرير ازاي تحطهم جنب بعض فوق بعض خلف وخلاف سمبوكسه سمبوكسه ايوه سمبوكسه اي حاجه وبعتلنا اوراق فوق نمضيها حط يا سيد نعم وضب اوضتين نمره 11 ونمره 13 نمره 13 تحط فيها اربع سراير وتخليهم سمبوكسه سمبوكسه ايوه سمبوكسه حاضر بقى اسمعوا احنا دلوقتي في غربه ومش عاوزين نتفضح ملناش حد في مصر القرشين اللي احنا جايبينهم معانا يا دوب هيكفونا اليومين اللي احنا قاعدينهم الاكل كفايه وجبتين اتنين في اليوم السجاير والقهوه ممنوعه منعا باتا يا شرشر انا خرمان قوي يا بابا شكري انا عيني هتهرب على سجار خلي عندك قوه اراده اراده ايه انا عندي ما اكلش لكن اقعد لكن ايه بكلمه بقول مش قادر انطق ليه هموت من الجوع اتفضلوا القهوه جاهزه
ادي نمره 11 وادي نمره 13. مش كنت تدونا 11 و12 احسن عشان نبقى جنب بعض؟ 12 مشغوله يا مدمزيل. ممكن اللي نازل فيها يتنقل، مش هيخسر حاجه. ده اللي نازل فيها الامير حسن فاضل. امير؟ امير؟ ايوه امير سابق. وايه اللي نازل سموه الامير هنا؟ مزاجه كده. مزاجه؟ ده راجل فنان، كل ما يمثل ليل يضرب كمانجه ساعه ساعتين وينام. يلزم اي خدمه؟ انت شايف متشكر، مع السلامه. العشاء بقى السندوتشات اللي جبناها معانا. النوم بدري عشان تسمعها تروح الاستوديو فايقين. ولا الغربة وحشة قوي يا سعاد؟ كلام اهدى بقى، هو من طنطا لمصر يبقى غربة؟ اهو احنا كده ما نتنقلش من مطرحنا ونقعد نشتكي ونقول الرزق ضيق. يا طالح هننجح بكرة في الاستوديو. وما ننجحش ليه؟ صوتنا وحش؟ لا. شكلنا ما يصرش؟ لا. هو الدهب بيلاقوه فين؟ بيلاقوه في التراب. خلاص ركك على واحد ينفخ فينا نفخة واحدة بس واحنا نبرق ونلمع. يا ريت يا سعاد ابواب السما تتفتح لنا. نفسي كده، نفسي نفسي ومنى عيني يكون عندي بلطو جديد ويكون حلو. انا بقى نفسي ابقى اشهر ممثله ومغنيه في مصر، ويا ريت يا ريت اول دور يكون قدامه، احبه واعبده واغني له باحساسي وقلبي. انا نفسي انجح في السيما عشان اثبت لاهلي ان انا مش تلفان. وانت يا بلبل؟ انا بصراحه كده الواحد مكعبل خالص، انا ما فيش واحد هتبص لي الا لما اكون مشهور وغني. طيب وانت يا شرش؟ لا انا طلبي مستحيل. ايه عاوز ايه؟ عاوز سيجار. افندينا طالب عمارة ولا عربة ولا حبارة، طالب ده بس إدارة بس الزمن بخيل. عشان يا زمان قلوني على السبيل، مش عايزة شقة فاضية، عايزة مراد أبويا أضربها ضربة قاضية ولعن في سنسافيل. يا ابو ماسه مالكش اي لاسه، حتى من وردي وزنا جوال قلبي تعالي. عطشان يا صبايا قلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، عطشان من صبايا انا وقلبي صبايا عند الليل الطويل، عطشانة يا صبايا دلوني على السبيل. عطشانة يا صبايا دلوني على السبيل، عطشانة يا نيانا وبحور الشمال انا، عطشانة يا نيانا وبحور الشمال ما شاء الله ما شاء الله. من اين انتم؟ احنا من الغربيه مركز طنطا. لا لا لا، انتم من جنات خالدات مركز فردوس. احنا فرقه متجوله في الارياف، جينا مصر عشان نشوف حظنا في السيما. في شركه هتعمل فيلم كبير اسمه سوق بغداد، وطالبين وجوه جديده، املنا كبير ان احنا نشتغل وناخد حظنا. واحنا امير سابق افندينا عظمه له حسن فاضل.
وإحنا طفلي صغير شربت من لبن مرضعة مصري فاختلط بدمي فأني مصري صاميم. عشان أعيش في جو شعبي مظبوط تركت قصر أجدادي وجيتنا في لوكاندا حقير عشان أحس بفقر ونشفان ريق. فنان عشان يقدر يعبر لازم يجوع ويبقى بلبوس. اسمع يا أفندينا، الفقر والحرمان لازمين للفنان صحيح، بس مش على ودنه. والفنان الأصيل مهما بقى غني لازم هيكافح علشان يحافظ على مستواه. اصبح على خير يا أفندينا، لازم ننام بدري ورانا امتحان بكرة في استوديو. تصبح على خير يا عظمات له. انتو كمان سبت الحسن والجمال جيزيل حلوة أمان ربي أمان. كل واحد مكانه استعدوا سبوت خالص. عشان عددكم كبير هندي كل واحد دقيقة واحدة بس. كل واحد هيقول اسمه الأول ولما يخلص يخرج من الباب ده. هنبتدي. كمل يا عيد هغني. مالوش لازمة. مالوش لازمة يعني إيه؟ أنا عندي مشكلة، أنا ليا مشكلة، والحب بعيد عليا وحكايته مدهولة. يا ليل. اللي بعده. ايوه احنا بقى يا سيدي كلنا هنمثل ونغني حته واحده مع بعضيها كده بالصلاه على النبي. عد بقى يا سيدي 1 2 3 4 5 6 قول عمل شاشر تانية. شكري سعاد بغني ومثل وارقص كمان. اتفضلي هنا قدام الميكروفون. حضرتك اسمك ايه؟ سعاد شلبي. انت من مصر؟ لا من طنطا. شيل لحيه سايه. تعملي ايه في طنطا؟ بغني وامثل وارقص مع الفرقه. طب خدي الكام سطر دول احفظيهم عبال ما يجي الاستاذ عادل. حاضر. لحنا هشوف اللحمه. اشرب سجاير. لا لسه سعاد شلبي الاكتشاف الجديد الاستاذ عادل صبري المنتج واللي هيمثل الدور الاول قدامي مش كده؟ ايوه حفظتي؟
اسمع يا شاطر حسن، انا جاي اقول لك كلمه واحده حطها حلقه في ودنك. اوعى تهوب ناحيه القصر، انا خايف عليك يا حسن. حسن جرايه يا شوقي، في حد في الدنيا يجيب واحده من الشارع يديها دور بطوله؟ كل العالم بيعمل كده، فرصه صغيره معلش، دور صغير اه، لكن مش دور اميره. اكوي شعرها عند مكواجي رجلي واشربها مدلدل وحلقها حال. انا اشربي مدلدل؟ معلش وكوي شعري بمكواجي رجلي. سعاد علشان خاطرك واحده زي دي ازاي تبقى صاحبه سمو وازاي انا اقع في حبها؟ دي شغلتي انا، انا مخرج الفيلم. افهمني يا شوقي، الدور ده بالذات اللي تقوم بيه لازم تكون اصلا بنت سواد، علشان لما تظهر على الشاشه الجمهور يقتنع فعلا انها برنسيسه. مشيتها، نظرتها، لهجتها، كل حاجه فيها بتقول انا الاميره شهرزاد، مش جايب لي واحده اسمها شلبي. راح فين يا سعاد؟ هو عيب يعني ان ابويا اسمه شلبي؟ طب اقطع دراعي ان ما كانت امه اسمها حنفي. معلش يا سعاد خلاص. مش خلاص ولا حاجه، لازم اوري له مقام، لازم افش غلي. معلش يا سعاد. يا خساره، يا خساره، يا خيبه املي فيك، كنت فاكراك فنان. أنسة سعاد تفوق برنسيسات رقة ودلال. معظم بتوع السيما كده، مش عايزين يتعبوا. ازاي ازاي؟ عايزين الممثل يكون على الجاهز. المسألة دلوقتي مسألة كرامة، احنا ما نجيش مصر ونتهزق أبدا. الله، على فين يا سعاد؟ مسافرة. لوحدك؟ استنى انتوا إذا كنت عايزين يمكن تلاقوا حظكم. ما خلص وقيم غيرك. سبق إني ولا حاجة، أنا مهما رحت ولا جيت برضه ساعات شقك. أول مرة أشوف الدموع في عينيك، امسحي دموعك وخلي ابتسامتك تنور لنا الدنيا زي ما كانت. أنت أملنا كلنا يا سعاد، والأستاذ المغرور هينزل على ركبه ويبوس إيديكي وهتاخدي الدور، وهنبتدي تمثيلية من واقع الحياة وكلنا هنشترك فيها.
بلبل. نعم بابا شكرا. شغلتك من دلوقتي تراقب الاستاذ عادل صبري كويس وتبلغني اخباره اول باول. حاضر بابا شكرا. تسمح التليفون؟ اتفضل. الو، من فضلك الاستاذ شكري سالم. ايوه بابا شكري. الو بابا شكري، عادل صبري رايح حفلة نقابة السينما في الاوبرش، عاملين حفلة تنكرية. عادل حيروح متنكر في زي روميون. ايوه روميون. مع السلامة. لا مؤاخذة، النمرة ما بتردش. كل ده ما بتردش؟ طلع قرشين سار. خد. اوبرش اوبرش. أربعة سار من فضلك. طقي. المكالمة. مكالمة جاية من بره اطلع عليها أربعة سار. مش معطل التليفون؟ معطل؟ أيوه مع الفاتورة. اوبرش اوبرش وحفلة تنكرية وهو هيعمل روميو. هو هيعمل روميو؟ آه. تبقى سعاد تعمل جوليت وتروح هي حفلة هي كمان. أيوه تمام. أيوه بس المسألة دي لازمها مصاريف. هجيب مصاريف منين بقى؟ فيه؟ نجيب مصاريف منين؟ نجيبهم من أيوه نجيبهم. ما اتكلمنا احنا، هو ما ينفعش برضه. أنا أيوه في إيه؟ أيوه مخلص. أيوه أربعة سر تانيين. طرق إيه؟ استعمال الدليل. يا ابني هو أنا دليل؟ أيوه مع فاتورة. أي حاضر. الو ايد اربعه سر عندك. ايوه يا مخلص، انا بابا شكري، اهلا بيك. لا لا لا، انا بكلمك من هنا من مصر. ايوه الله يسلمك. بقول لك ايه، انا يلزمني طقم جولييت لليله واحده، الطقم كامل بالباروكه بكله وثلاث بدل الفرسان الثلاثه. ايوه لا 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 بس وسلامتك. بكام؟ لا 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 لا، انزل شوي. ايوه شوية كمان، انا ما اقدرش اطلع اكتر من كده ابدا. متشكر، استبينا، مع السلامة. هنبتدي حفلة السينمائيين الليلة بأحدث صيحات العالم الهيبيز. هتقدمها لنا فرقة رضا، الرقصة من تصميم الفنان الكبير محمود رضا.
شفت ازاي؟ كان عندي حق. لو كنت جيت بلبس روميو كان كلهم عرفوني. كنتش هتخلص، خصوصا المعجبات كانوا زهقوك في عيشتك. فين عادل؟ هو ما جاش ليه؟ لا جاي وهيلبس روميو. انت متاكده؟ طبعا. امال انا هنا ليه؟ الو رمزي. اهلا استاذ محمود، ازيك يا شوشو؟ حلو قوي اللبس ده يا رمزي. انت الاحلى. ميرسي. ده رمزي عامل روميو. كنا هنبقى اتنين، ولا فيش ولا جولييت واحده. مش رأيكم بأعناقكم، تهونوا برؤوسكم، فتحوا عيونكم. جولييت جولييت جولييت. تطلع مين؟ ما شفتهاش قبل كده. جولييت. الله، ده احمد رمزي عامل روميو. مش كنت بتقول ان عادل هو اللي يعمل روميو؟ يمكن غير رأي. عادل هناك اهو لابس سيرانو. ريتني جيت بلبس روميو، كانت بقت فرصة للتعارف. رمزي ده بخته من السماء. نقعد هنا دقيقة واحدة. اتفضلي. تصوري أنا اندمجت بصحيح.
اتهيالي حقيقي اني روميو وانت جولييت. انت مين؟ ها؟ انا؟ ها؟ انا مش هتخليني اشوفك. نمر التليفون الكام؟ لا بلاش اعمل معروف. طب بيكلميني انت؟ انا نمر التليفوني 8-16-960. انا طماع، لازم اعرف انت مين واسمك ايه. لا يستحيل يستحيل. انت يا روميو يا عابس، ده مستهتن. ان السيد مونتاجيو قد احل دمك، صلي للعظاء قبل ان تموت. لا لا اتركوه، استحلفكم بالله اتركوه. زابا اهي دي يا كمال الصوره اللي في دماغي عن بطله فيلم سوق بغداد. ما كلمتهاش ليه؟ انا لحقت. ايه اللي خلاها مشيت بسرعه كده؟ الظاهر احمد رمزي قرص عليها، ما انت عارفه. اتفضل. 8 ساغ، مكالمه تليفونيه بابا شكر. مكالمه 4. اصله طلبك مستعجل. الو ايوه مين؟ قول قول. ايوه طيب. لا 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 تعال انت، مع السلامه. استاذ داعي الصحفيين وحيسهروا لالادي في القاعه الذهبيه. يبقى سعاد يلزمها فستان شيك جدا. انا احضر لها فستان شيك من فساتين شقيقتنا برنسيسة شاه فاضل. ومجوهرات كمان. مجوهرات؟ حلق وبروس وساعه وخاتم. سورتين. I
بسم الله عليك يا أمبورة من زيك أنت يا منبورة وعوزلك وقفين بالدورة فعليهم يندم بسرور يا لواعي يا الشاهد يا حلوة الدين الأول لابس كشمير والتاني جلبي يا حريق والتالي طعبة يا بور يا نواعم يا بور يا نواعم يا بور يا نواعم يا بور يا نواعم يا بور جمالك ملقتش اتنين محروسة بالصلاة عالزين في جمالك ملقتش اتنين محروسة بالصلاة عالزين دخلتك من شر العين بمسك وجاوي وفزوق يا نواعم يا وإيه اللي مأخر التصوير لغاية دلوقتي؟ البطلة من يوم ما فكرت في الفيلم في دماغي عنها صورة معينة يا هي يا بلاش ما لقيتش في الوجوه الجديدة اللي تقدمت لك ولا واحدة تحقق الصورة اللي في خيالك ولا واحدة في واحدة بس اللي تنفع يمكن تكونوا شفتوها اللي كانت عاملة جولييت في حفلة الأوبرج آه عندك حق دي مدهشة عظيمة فعلا يا خسارة معرفش أي حاجة عنها يا ريتني كنت كلمتها ليلتها طب ليه ما تنزلش اعلان في الجرايد والله فكرة كمال ايه رأيك ليه لا طب يلا تصرف انت لسه واقف الليلة مش هخليها تفلت مني العشاء وإساسة شيشي حالا يا فندم البي مشرف فين؟ مرزوع على شمالك ابتداء تنفيذ تعليمات التفاتات قيد أنملة مع لمس الشعر في دلال عيني جت في عينه نظرات من تحت رموش ابتسامات خفيفات بصات السنكارات انتهاشات رجوع الآن رقصات تمشي في عظمات وبهات وحين تمرين عليه ترسلين له نظرة مقاس 2 مليمترات كاك
فين هالورقه دي على الترابيزه؟ اسمح لي، انت جريء خالص يا استاذ عادل. تقرا الورقة. بعت لي ورقة الحدق عايز يتعرف علي. قصات مختلسات ثم ابتسامات إخراء هزة من الرأس بالموافقات. استمري في ابتسامات. جاسون! ايوه فد، اين مكان تليفون؟ فضل. بونسوار يا هاني، اغفري لي جرأتي. أنا حسألك سؤال واحد ومش طمعان إلا في رد من كلمة واحدة، آه أو لا. إنت جولييت؟ أنا كنت في الحفلة وشفتك وسمعتك، هتسأليني وعرفتك دلوقتي إزاي؟ مع إن اللبس متغير والمكياج كمان، لكن اللي ما اتغيرش أبداً الروح اللطيفة والنظرات الرقيقة والابتسامات الحلوة. اسمحي لي اولا اقدم نفسي ولا مفيش داعي؟ مفيش داعي ليه؟ لان سيادتك طبعا عارفاني. لا مش عارف. انا عادل صبري. صبري مين؟ عادل صبري، ما سمعتيش الاسم ده قبل كده؟ مساء الخير يا فندم. خسيس منحط ادبسيس. ادبسيس ازاي يا فندم؟ انت تعرف ادبسيس يعني ايه افنظيم؟ لا، انما واضح ان سيادتك بتلبخ. سوس حيوان مجان، انت زي تجرأ وتجالس اميره مفضله حضرة صاحبة السمو برنسيسة شفاطين. حضرتها برنسيسة؟ برنسيسة برنسيسة؟ انت يا رسموها قبل كده؟ والله يا فندم. سوس دونوس حيوان كاكاك. ملطو يا افندينا، انا منبه عليك تتصرف في حدود الموقف والشخصيات المرسومه وبس. بعتك تمثل دور اكسلانسي شيك وهي هانم ارستقراطه وبس، مش اميره. تاسفات بابا تاسفات، لقد عشت دوري في الحياه. لقد خيل الي ان مدموزيل سعاد هي فعلا شقيقتنا اميره شفاضيل. اهلا وسهلا، باصت الخدمه. ليه بس يا بابا شكري؟ ليه؟ لان عادل هيكش مني. مش معقول هيفكر ان اميره تتنازل وتمثل في السينما، مش معقول. كمال حبيبي افهم، تخيل فيلم سوق بغداد الوان سينما سكوب بطوله عادل صبري والاميره السابقه شاب فاضل. تصور اميره بتقوم بدور اميره، دي لوحدها تسوى الوف. الفيلم ده هينجح، هيضرب، هيكسر الدنيا. حفلة 10 120 جنيه، حفلة 3 صافي 782 جنيه و40 قرش. مبروك. انزل دلوقتي اعمل معروف، اتصل بمدير الدعايه خليه ينزل خبر في الصحف اني اسف جدا على اللي حصل مني في الكازينو، وان انا رايح بكره القصر علشان اقدم اعتذار شخصي لسمو الاميره. جالك كلام يا افندينا؟ ايه رايك؟ هنعمل ايه؟ هيجي يعتذر لها؟ هعتذر لها فين؟ هنا في الاوكاندا؟ انت زي ما غرقتينا لازم تخلصنا. والله لقد حلت المشكلات، فيذهب طاووس منفوش مغرور الى قصرنا ليجد هناك انسه سعاد. يجدني ازاي بس؟ يجدك هناك برنسيسة شفاضيل بقدرة قادر. واختك هتوديها فين يا افندينا؟ اختي الان في مصحة عقلية بحلوان وبصحبتها والدي المبجل، ومش راجعين الا بعد الشفاء.
وأنتم تعلمون أن المناخوليا شفاؤها غير عاجل. طيب والقصر ده مفيش خدم ولا حشم؟ بابا القصر مغلق بالضبة والمفتاح، وأختي لا يعرفها مخلوق، فهي حبيسة القصر منذ نعومة أصفارها. تمثيلية هتاخد دور جد يا سعاد، إيه رأيك؟ رأيي أنا سأذهب دلوقتي وأفتح باب القصر على مصراعيه، وحين يأتي طاووس منفوش مغرور سأجد كل شيء مظبوط. بابا ادفع لي حساب فندق. نعم ادفع لي حساب فندق. صباح الخير يابا. مين؟ انا ابنك حكشة يابا. حكشة؟ الله لا يصبحك بخير ولا سلامة يا حكشة يا ابن حبلفة. معلش يابا حقك عليا. بقى يا جبان اكبرك وربيك واخرتها تسيبني وتروح تصرمح بالكمانجة بتاعتك، هتطلع مزيكة مين؟ ابوك بواب وامك مرضى. عقلت يابا خلاص، وديني جيت عشان اريحك. هات مفاتيح السراي. ناوي على ايه يا حكشة؟ هرجع سفراجي زي ما كنت. روح انت عند امي خليها تقعدك في الشمس مع الكتاكيت لاجل عظمك ما يرم، وانا هقعد هنا انظف وريش واحرس السراي. يعني خلاص تبت الى الله. ايدك يا بوس. سامع يا سلام، صحيح الكلب ما يعضش في ودن ابوه. خد خلي بالك كويس من السراي ومفتع عينك. حاضر يابا، السلام امانه لامي. يوصل يا حوش. والله يا بوسة بقيت عروسة، بقيت عروسة وطبق الكشري طبق بسبوسة. فلفل شطة، فلفل شطة ملح في عيني. أيوة يا بنت أنا برنسيسة، أنا برنسيسة. كر يا ده وكر يا ده وشكاب البت فاضي. ليه بس كمان يا سعاده البيت يا اميره؟ مش ممكن تقبل تشتغل في السينما؟ دول ناس عندهم تقاليد. ما تنساش انهم في ظروفهم دي محتاجين لفلوس.
ولو عرضنا عليها 2,000-3,000 جنيه مش ممكن ترفض. شوف اوعى تعرض عليها كده انها تشتغل خبط لازق. امال اعمل ايه؟ انت تدخل عليها حب واحده واحده. حب طبعا الست لما بتحب بتكسر كل التقاليد، بتنط كل الحواجز. اتكل على الله. أنا جاي أقابل سمو الأميرة. مين؟ سمو الأميرة. أنت جاي تقابل سمو الأميرة؟ أيوه أنا. أنت مين؟ أنا عادل صبري. عادل مين؟ صبري. صبري مين؟ ممكن تدي خبر لسمو الأميرة؟ آه سمو الأميرة. قل كده من الصبح. تعال معي. فهناكم لحمة نحوة حبر حبر اللحمة اللحمة حبر حبر اللحمة اللحمة اللحمة. تفضل بس على مهلك هنا جد خالص. سامع؟ سامع.
أفندم سمو الأميرة. هو ايدي فلد اوسخ قذورات تين او حل من حمارة دخل سرايات مش ننظف حذاءات قدام ابواب مين ده واحد افند جه وقدم الكارت بتاعه دي واحد جاموس على سجاد دوس هاتيها هنا يا كلبة ازاي تتجرأي ادخلي سرايات بحذاء كله قاذورات انا نفضتهم على الباب يا سمو الاميرة انت كذابة الله يسامحك سمو الاميرة انت خنزائرة ما تزعليش يا فندينا اروح انظفهم استني تورا استني بغلة انت عاوزة وساخي سجاد تاني اقلعي حذاء اقلعي اقلع حذاء احب افهم عظمتك ان انا مش جاي اشهد انا جاي اقابل سمو الأميرة شاه فاضل سس قطع لسان من لغلوخ انت تقابل سمو اميرات معظمات مفخمات يا متشرده صباح شريف انصن النجم صباح شريف اورم صباح اوسخ صباح قذورات عشان ايه انا متنرفز زعلان هذا يريد مقابلة عظمتكم من شان ايه يريد مقابلة تسمحي لي يا النجم اقدم لك الاستاذ عادل صبري اشتغلتي عادل صبري ده ممثل اشتغلي بهلافانا علشان ايه انت اشتغلي بهلافانا لا يا عم ده مش بهلوان ده بيشتغل في السينما اشتغل في سينما قاعد ناس في كراسي امسك بطاريات ياخد بقشيشات نص فرانكات تعرفه لا يا عنا ده ممثل يعني تمثيل يا بيور النجم فهمت يعني كرقص لا اسمحي لي بها سمو الامير دي ضايبين ده جي صباح شريف ابنتنا صباح شريف امنا صباح شريف يورم اسمع اصوات عاليات نرفزات مزاج عصبي ايه الاسباب هذا ال اسمها ايه قلتي عادل صبري عني نجم هذا البهلفان هذا الجاموس على سجاد دوس سجاد تركي اسبرتا ازمير سجاد عجمي كشان تبريز سلطان يا سمو الامير كل غلطتي اني دخلت السرايا بالجزمه انا ما سمعتش قبل كده ان السرايات تبقى زي الجوامع الواحد يقلع الجزمه قبل ما يخشها اها ما شاء الله ما شاء الله عظيم انت هتتكلم بجراءه وحسن بيان انت لازم تكون فنان هو فعلا فنان يا بابا ممثل اها بهلافان ييه رخر طالع لامه فضل اخوان فضل مش هنا اهو يا سمنونات لو اديت لنا مقطوعة ايه يا فندينا انا مش فاهم اقطيع هو يعني قصده تمثيلية صغيرة مقطوعة مع تشكرات سلافة حاضر يا فندم تحت امركم همثل لكم دلوقتي مشهد من روميو وجولييت مشهد الشرفة لا انت يمثل روميو وهو يشرب سم حاضر يا فندم
شو جوزان شو جوزان بهلوان عظيم بهلوان عبقري. لا لا دي مش يعرف يمثل الأشياء مضحكات. لا معلش خد على قد عقله عشان خاطري. تحب اسموك امثل لك ايه؟ قلد طيور حيوان انسان قلد كمان حشرات افندم سوسو افندم قلد عصفور اخضر اخضر عصفور اخضر 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 محبوس في قفص ذهبي ذهبي عصفور اخضر غنى فوق شجرة فلفل شجرة فلفل ايفت سيو 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 كلب سيو سيو ايه ده بقى قليدي كلب او 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 قليدي خنقت قطة نو نو كلبي هو هو او 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 اعملي فرخة ازاي بقى بيضي اعملي فرخة بيضي امر لله اتني الله أكبر الله أكبر غني قلت لعظمتك إني ممثل مش مغني غني غني سبع سوائي انعي سبع سوائي بتنعي لم تفو لي نار والنار بترع فؤادي لم دريت بالنار سوس خرسيس قولا غني مش قلت حمار الله يسامحك اسمع اخرس انت مالك انت اسمع انت تعرف طنطا شلا يا شيخ العرب قلت حركات حركات قطرات قول صنبلطات قوة ما حطات طنطا شيال شيال رام اخبار جمهورية حلاوتي السيد يا ود يا جونة سجاير 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 كوكاكولا بيبس ليمون ساقع اشرب يا عطشان يا ود يا جونة يا خرابياني لله يا محسنين لله سمسمية حمصية جوزية حب العزيز بيض وسميت وجبنة يا داودي يا اخويا القفة يا واد يا جمعة توت 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 الازاز يا ست الحساب يا بيه كده بس عشان ارضيك انا قريت اعتذارك في الجورنال وجيت بنفسي عشان اكد الاعتذار من ناحيتي انا مفيش حاجة لكن من ناحية اخويا سمو الامير حسن انا مستعد اعتذر له واستسمحه هو مش هنا دلوقت من الصبح بدري اخذ البندقية وخرج يدور عليه علي انا ايوه هو قرا جرايد الصبح خبيتهم مني يعني معلش شخصيتي طب ممكن يا فندم لما يرجع السمو الامير يعني عظمتك تفهمي ان انا كلمتك امبارح بس علشان ابدي اعجابي بصوتك وتمثيلك في الحفله التنكريه ما اقدرش اقوله كده ليه محدش هنا يعرف ان انا رحت الحفله خالص ده انا رحت متنكره طب ممكن اتطفل على سموك واسال متنكره ليه صعب انك تقدر ظروفي لازم تكون فرنس علشان تحس قد ايه انا بتعذب طب وتعذبي نفسك ليه لا سمح الله مش قادرة اعيش على طبيعتي انا احب البساطة احب المرح احب اختلط بالشعب لكن الاميرة
تمشي بحسام، تتكلم بحسام، تتحرك بحسام. عندك حق، دي حاجة زهق فعلا. علشان كده بنتهز أي فرصة أهرب فيها وأقضي وقت جميل من غير العيلة ما تعرف. أحب أعيش زي الشعب، ألبس زي الشعب، أكل زي الشعب. تعرف أكلتي المفضلة إيه؟ مش هتصدقني. إيه؟ الفول والطعمية. يا سلام، تقريبا ما باكلش غيرهم. الله أكبر، دي أكلة شعبية جدا. أنا أحب كل حاجة شعبية، العيشة بتاعتهم، البساطة بتاعتهم، الأغاني الشعبية بتاعتهم. بمناسبة الأغاني، سبوبك بتغني كويس قوي كده؟ وبتمثلي جنان. أصلك ما تعرفش. ما عرفش إيه يا فندم؟ ده جيم. ده جيم؟ ده جيم، يعني جدي، فهمت؟ أيوة يا فندم، فهمت. المرحوم سمو الأمير فاضل الكبير، ما شاء الله، مراته أنمين أنسي، فهمت؟ لا ما فهمتش دي. يعني مامت ماما. كده فهمت. كانت فنانة كبيرة قوي في إيطاليا، المرحوم جدي اتجوزها لما كان في المنفى مع الخديوي، علشان كده تلاقي الفن بيجري في دمنا كلنا. واضح يا فندم. والغريبة أنا لاحظت كده أول ما شرفت بمقابلة العائلة الكريمة. أنا اللي علمني التمثيل والغنى البروفيسور مكاروني. أنت اتعلمت فين؟ أنا والله يا فندم اتعلمت هنا في معهد التمثيل بتاعنا. اشتغلت في المسرح قبل كده؟ لا يا فندم، أنا بشتغل سينما بس، منتج وممثل. وإيه الدور اللي بتلعبه دلوقتي؟ أنا ما بلعبش دلوقتي يا فندم، أنا بنتج فيلم كبير ألوان سكوب اسمه سوق بغداد. توجزل توجزل. بس للأسف مش لاقي البطلة. مش لاقيها إزاي؟ مش لاقيها يا فندم، وهي دي المشكلة اللي تسببت في زعل المخرج. يا ترى ليه؟ والله اختار لي واحدة ما عرفش تلم عليها منين، ومصمم إنها تقوم بدور البطولة. تصور يا فندم، والله مش عارف أقول إيه، بس بنت جربوعة جابينها لي من الشارع ولا تصلح لأكتر من دور شغالة. رجليها مقشفة وشربها مدلدل وحالتها عال. الأستاذ المخرج ما عندوش فكرة، الظاهر عمره ما شاف أميرة. والأميرة دي في نظرك تبقى إيه؟ تبقى زي سموك كده، العظمة والجمال والخفة والرشاقة. أنا مش مصدق نفسي إن أنا واقف في حضرة أميرة وفنانة عظيمة في الوقت نفسه. أرجوك أتوسل إليك، هبعت لسموك السيناريو بتاع الفيلم وتتكرمي وتتعطفي وتقري، وهقبل كل الملاحظات اللي هتقوليها. توعدين؟ أوعدك. سمو الأمير، تحبي أبعت السيناريو لسموك إمتى؟ في أي وقت. ممكن الليلة؟ متشكر أوي. الحق اهرب، أخويا الأمير حسن. ماله؟ ده حلف يقتلك، اخرج من الباب ده أوام بسرعة. السافل المجرم بيترجاني ويتحايل عليا. سمعت كل حاجة. بس ايد الأميرة شحفاضة، لكن سعاد شلبي دي شوارعية وجربوعة. سعاد شلبي دي ما تنفعش غير في دور شغالة. سعاد أنا قلت لكم الأول لازم أربيه. أنت دلوقتي فعلا بتربيه؟ مش طايقة، لازم أطلع روحه، لازم أوري له مقامه. يبقى لازم توقعيه في حبك. أوقعه في حبي؟ ده شرط أساسي عشان تنتصري عليه. ما تنسيش إنه هيجي عليه وقت يعرض عليك الدور. هتصرحيه بإنك مش البرنسيسة شاه فاضل وإنك سعاد شلبي. هيود برج من عقله حيطير، هيكرهك ويكره الدنيا ويكره نفسه. امتى بقى عقله يرجع له ويغفر لك الكذبة الكبيرة؟ لما يكون بيحبك. هو دلوقتي بيلعب عليك، لازم تلعبي عليه انت كمان. بس المهم ان الحكاية تقلب وياه هو بجد، عشان تملكيه وتتصرفي وياه زي ما انت عايزة. مش كده يا سعاد؟ سمو الأميرة؟ أهلا وسهلا. الأستاذ كمال سكرتيري الخاص، شرفت يا سمو الأميرة.
تفضل يا سمو الأمير. أنا مش مصدق عينيا، سموك تتنازلي وتيجي لحد هنا. أنت عارف أنا بضحك ليه؟ لا يا فندم. ده نفس الكلام تقريبا اللي قريته في السيناريو لما الأميرة شهرزاد راحت للشاطر حسن في بيته. يعني الواقع أحيانا بيكون زي الخيال. ساعات الواقع بيبقى أغرب من الخيال. تمام يا سمو الأميرة. بلاش سموك دي. أمال أقول إيه يا فندم؟ ولا أفندم دي. أموري عظمتك. ما بلاش عظمتك وفخامتك دي. سنة ده الفرق يا فيوسن أرمز ده. والله يا فندم ممكن عربي عشان أنا ما بفهمش تركي. أنت ليه مش عايز ترفع الكلفة بيني وبينك؟ والله يا فندم اشمعنى أنا عايز أقول لك هي عادي. أنت تقدري لكن أنا ما أقدرش. لا تقدر. قول شاح. قول ما تخافش. شاح. الله. قولها تاني. شاح. عادي. صودا ولا مية؟ أنا ما بشربش. كاس واحد بس؟ ولا واحد. ولا أنت كمان. شاي. أيوة يا عادل. في كلام كتير أوي عاوز أقولهولك بس مش عارف أبتدي إزاي. وأنا كمان يا عادل في كلام كتير عايز أقولهولك. شاي. أنا قريت السيناريو. وعجبك؟ مش بطال. متشكر. في مشهد قريته عجبني قوي. اي مشهد؟ اللي بتقول فيه استنى. اهو. اوعى تجيلي في الحلم تاني يا شاطر حسن. دي بقى مش في ايدي يا اميره شهرزاد. امبارح كنت معايا. امبارح واول امبارح واول غريبه. انا كنت فاكر اني بحلم لوحدي. انت كمان كل ليله يا اميره شهرزاد. كل ليله ايه؟ كل ليله انت معايا. انت اتجرأت قوي يا شاطر حسن. انا كنت بسمعك وانت بتغني. كنت بقول ايه؟ كنت بتغني بالهداوة بالهداوة. حط السكر على الحلاوة يا حبيبي.
حبيبي هو حد يحط السكر عالحلاوة يا حبيبي الهداوة. المفروض حسب التعليمات اما تيجي فرصه وتلاقيه بيحاول معاكي تصديه وتوقفيه عند حده، تضربيه بالجوانت على وشه وتقولي له كلمه واحده بس او باش. اول ما بسني نسيت ده كله، حسيت جسمي نمل وركبي ثابت وريقي نشف. ما اداكيش سجاير بس اخرس انت كمان، انت ما راكش غير الشحاته. وانت كنت فين يا است كامله لما كل ده حصل؟ وانا بس كنت هعمل ايه؟ لقيتهم بيبوسوا بعض ومبسوطين، قلت يمكن تكون غيرت تعليماتك. تعليماتي كانت واضحه. نسيتي قلت لك ايه؟ نسيتي انه قال عليكي انك جربوعه وانه ما يقبلش يشغلك خدامه عنده؟ افتكرت، لكن عملت اني ناسيه. انما اول ما فقت زقيت وجريت ورزعت الباب في وشه حته دي رزعه انما جامده قوي. يعني بتحبيه؟ احتجاجات صريخات هذا الطاووس لم يقبل انسه سعاد شلبيب، انما قبل شقيقتنا سمو الاميره شاه فاطم. الان من واجبات حتميات ان ادافع عن شرفي، لا بد من مبارزات، لا بد من ذبحه كالخروف، لا بد من نتف فروته وسلخ جلده وعمل لحمه شيش كباب مشوي بالسلطة. طيب هدي أخلاق يا فندم، هدي أخلاق. طه شرشر قوم رجع التليفون. ألو قصر الأمير محمد فاضل، مين يا فندم؟ لحظة واحدة من فضل. هو هو روح ردي على التليفون. أنا ملعن زنزفيل جدوده بأريستقراطية. سمو الأميرة أشياء فاضل حتى نمسيادة. ألو ألو، اسمع يا أستاذ، الظاهر أني كنت غلطانة لما رفعت الكلفة بيني وبينك. لازم تفهم أن أنا كنت جاية لك بدافع الفن، لكن للأسف أنت استغليت الموقف بقلة ذوق. يا فندم أصل إزاي ما شفتش ستات قبل كده؟ شفت بس ما كانوش أميرات حلوين زي سموك. تصدق يا سمو الأميرة إنك لما خرجتي من عندي زعلانة، الشمس غابت والورد دبل والدنيا كلها لبست سواد في سواد. أما أنا سمو الأميرة. إيه جرى إيه؟ دي تمثيلية جديدة ولا إيه؟ ثم إزاي تتجرأ وتبوسني وفي بيتكو كمان؟ يا قليل الأدب، يا قطنص، يا أدب سس. بس أنا ما لاحظتش يا سمو الأميرة إنك اتضايقتي من البوسة أبدا، بالعكس ده أنا حتى تهيألي إن بيتهيألك إيه يا سنكوح يا جربوع؟ أيوة أنت، أنا مرضاش أشغلك عندي خدام. دلوقتي انفكت عقدتك خلاص، مركب النقص اللي عندك راح وحصل انتصارات لشرف عائلات، دلوقتي هو اللي هيتعقد ويتمرمط ويحب.
نطيت السور. أنا جاي أقول لك كلمة واحدة. أنا مندهش جدا من الكلام اللي قلته لي بالتليفون. إزاي أنا جربوع وأنت ما تقبليش تشغليني خدام عندك؟ ما تزعلش، هقبل أشغلك خدام عندي. أستاذ عادل، احسن لك ترجع. ارجع؟ ارجع ازاي يا استاذ؟ انت صعبان عليا قوي، ما تضيعش وقتك. الاميره مخطوبه. مخطوبه؟ مخطوبه لمين؟ ده سر، لكن عشان خاطرك هقول لك. مخطوبه المهرجه هندي. خطبها امتى؟ من زمان، في مفاوضات ومكاتبات، وهيوصل مصر قريب عشان يتم الجواز. وهي موافقه؟ هي مستنيه تشوفه. تشوفه؟ لا هي ما شافتوش. ما حدش شافه بالمره، كل اللي نعرفه عنه اسمه بس. اسمه ايه يا جولس؟ اسمه غريب شويه. اسمه كربال مهندار. كربال مهندار؟ اه. ولا حد شافه ابدا؟ ابدا. متشكر يا جولس. العفو. كربال مهندار. كربال مهندار. جربان مهندار. اطلب لي السرايا اوام على التليفون. ها. انهي سرايا فيها؟ يا اخي هات لي التليفون انا اتكلم بنفسي. ها. الو، قصر الامير محمد فاضل، سفرت الهند؟ الحقوا الحقوا، ده هو صوته، ده سد حكايه المهرجه. مين يا فندم اللي بيتكلم؟ سياده قائم باعمال. ايوه يا فندم، ايوه مفهوم يا فندم. أنا حبلغ سمو الأمير. مع السلامة. مع السلامة يا إكسلانس. مهرجة كربال مهندار حيوصل بكرة. قائم بأعمال سفارة الهند بيبلغ سموك إن المهرجة حيوصل بكرة الصبح وحيتجه رأسا إلى هنا، وأرجو من سيادتك عدم إذاعة الخبر بتاتا. Thank you.
أميرة كبيرة مبجلة حفيدة خديوي مصر توفيق باشا. ماماي لوشكي باك مهراجة جميل مهراجة رشيق خطيب ابنتنا. تعال اقعد بجوارنا. ما شاء الله ما شاء الله. تشكرات تشكرات. يبدو عليه ذكاء خارق ونباهة فياضة. لكن ابنتنا لا تحب زقون ولا شنبات. إيفيت أخشى أن تراكم على هذا الحال فترفض خطبتكم. ما رأيكم لو قصصنا شنبات وحلقنا زكنات؟ مصطفى هات واحد مقص وواحد مرس. لا 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 كيف فهمت ما تقصد جدتنا مهراجة؟ هل أنت تفهم عربي؟ نعم أفهم، تعلمت عربي في جامعة بومباي. إذن أنت لا تريد قص شنبات وحلق ذقنات؟ لا لا، شنب في هند معناه رجولة وذقن معناه حكمة. سنغام كاكاي سكلام لوشكيباك. لي اقلب هندي ما دمت يعرف عربي. المهرجات بتوعنا يعتزون كثير بلغتهم. كاكادي عربي امبيانس شيح مغات. والدنا مهراجة كبير، لابد أكيد أخطب سمو الأميرة ثم أعكد كران ثم زفاف هالم بالا بالعربي مسمم ومستعجل جدا. والد مهراجة تركنا في المهراجية واقف على رجل وحده هكذا وحلف رأسه ألف سيف ألا ينزل رجله حتى نعود بعروس. هل أنتم موافقون؟ واقف على رجل واحد؟ أم الفين ثلاث أخريات بقيات له سنين فقط يا سمو الأميرة. يفتحنا الله يخرب بيتك. روحي توكار نحن موافقون تماما، ولكن يجب أن تراكم ابنتنا لتوافق عليكم. اسمعوا لي. حولي حولي جرام علم حولي بالحولي حولي حولي اسمعوا لي بهذه المناسبة السعيد المناسبة بهذه المناسبة السعيد بأن ندعوكم لحفلة ساهرة تكون فيها سمو الأميرة ضيف الشرف. عندي في فندق. فندق 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 عظمة المهراجة. مهراجة شيح، عظمة المهراجة لم يشتري قصر في القاهرة بعد، لذلك اقترح الفندق. إذا كان مش موافقون على فندق ممكن إقامة حفلة في قصركم، فهل أنتم موافقون؟ موافقون الحفلة في قصرنا على نفقتكم. قلت لك هي مش تحب ذقنات ولا شنبات. اطمئنانات أمنا، سأقول لها أنك ستقص ستحلق. مدام بينو وراقص تجيك ذقنات شنبات. أها تشكرم هيمالايا كندوش بندوش. يا راي انت سمو المهراجة مأخوذ بجمال عظمتك ورئتك وفتنتك وسحرك ومش رائب بطلعتك البهية. يرغم يرغم
ويخر ساجدا تحت قدميك الفاتنتين ويعلنها صريحة: هنتي حرام. بايو كتكوت شطب خلاص. قول لسمو المهرجة اني سعيدة قوي بمعرفة عظمته. مهاري برنسيسا شموكو يا هيا ميتشويو يو. قلب حياة روح. من امتى انا مهجة قلبك وحياة روح؟ ده احنا من ساعة واحدة بس تعرفنا ببعض. سمو اميرة حصل حب من نظرة اول. وانا حصل عدم حب من نظرة اول. تريدين ان اقص واحلق؟ ده ما يهمنيش. اذا هناك شنب اخر. قصدك تقول سبب اخر؟ خوف مثلا من اغتراب في بلاد تركب افيال. انا لو بحبك كنت اروح معاك بلاد تركب العفاريت. سمو اميره، هل هناك شنب اخر؟ قصدك راجل تاني؟ اعترفي سموك بشجاعه واقدام. ايوه انا بحب واحد تاني. مهاي مهاي، ورغم انه من طبقه غير طبقتي لكن بحبه بعبده. مهاي مهاي، ولو فكرت في يوم من الايام ان اتجوز مش هتجوز غيره؟ ممكن اعرف اسم؟ ما يهمكش تعرف اسمه. انت لا تقولين الحق،
ليس هناك شنب آخر، إنما أنت فلفصين مني. أنا مش فلفصين ولا حاجة، أنا بحب يا سمو المهرجة، بحب. لابد أن أعرف اسم شنب آخر. عادل. مهاي مهاي. عادل مين؟ عادل صبري. مهاي مهاي. هو لا مهرجة ولا أمير، مجرد ممثل، لكن بحب، بموت فيه. لابد أن أنتقم من هذا البهلوان شر انتقام. اسمع ما أقولك، لو جرى له حاجة أنا هنتحر، هموت نفسي. شاهد. أنت؟ حياتي. ابعد عني يا غشاش يا كذاب. كتبت عشان أشوفك وأسمع صوتك. الله جايين، إلف إدقن لا يعرفوك. تعالى احضني، بصني، أوام أوام، لو عرفوا إنك عادل هيقتلوك. ما تفضحنيش، اهرب. لا حس ولا خبر. ازاي لسه مسافر؟ مين اللي قالك؟ الوصيفة. معقول تسافر من غير وصفتها؟ مش معقول. كنت بتقول لما تقع في حبك انت اللي هتجري وهي هتدور عليك. جرى ايه؟ بحبها. كمان بتحبها؟ بحبها. الحمد لله، اسبوع وانا بحاول اتصل بيكي. انت بتنهاجي كده ليه؟ بتكلمي من الشارع؟ ايوه يا عادل، بعد فصل المهرجه اللي عملته غصبوا عليا علشان اروح اسطنبول، وكلموا المهرجه في الهند علشان يحصلني هناك. عرضت بشده، حرقوني في الارض. النهارده بس قدرت اهرب عشان اكلمك في التليفون. ايوه بكلمك من الشارع. اديني خمسه بالمنتو حياتك. نتقابل فين؟ لا بلاش الاستوديو، نتقابل في حته بعيد احسن. ايوه عارفاه، ده قريب من القصر، هكون هناك بعد ربع ساعه. حوصل قبلك، ما تتاخريش. كبرت حياطه بتعريف، هيعرض عليك الدور. قولي له مستعد اعمل اي حاجه ترضيك يا حبيبي، بس ما اقدرش اكتب العقد باسمي الحقيقي. ايه رايك مثلا لو اكتب العقد باسم مستعار، باسم سعاد، سعاد محمود؟ هو ده اسمك الحقيقي بس من غير شلل. مستنيه ايه؟ ما خلاص وصلنا لهدفنا، مرمطناه وجبنا مناخيره التراب وهتاخد الدور. الحمد لله تعبنا طلع بفايده، هنشرب سجاير. الفضل في انتصاركم يعود لافنديكم حسن فاضل المعظم. الو مين يا نهار اسود، يا نهار اسود، مين يا فندم؟ الو ايوه يا سمو الامير، ايوه يا فندينا، انا حكشة يا سمو الامير. ايوه ابويا خد راحه بقاله يومين يا سمو الامير، وانا ما حاله هنا في السرايا يا سمو الامير. هندل على سلامتكم يا سمو الامير، ان شاء الله كده تكون سمو الاميره بخير وعافيه. حاضر يا سمو الامير. حاضر يا فندينا. مع السلامه. مع السلامه فندينا. الو الو، ورشه الحاج مابي، والنبي ولو فيها سألة تنجانب عني بلاص. ايوه انا ابن حكش. ايه ما فهمتوش؟
أنا مش سمو الأمير ولا حاجة، ده أنا حكشة. أنا أخوانا، أنا بصراحة كده بشتغل هنا سفرجي. أنا ابن المرضعة، أنا ابن المرضعة، أنا عامل أمير يا أخوانا، ما تخزونيش. الله يخرب بيتك يا فندم. أيوه ما معلش يا أخوانا، معلش واسمع حكشة. لا أنا مش حكشة. يا نهار أبيض يا ابن المرضعة. أبوك اسمه براد. أمك اسمها إيه؟ يا أخوانا سيعمل معروف من دون معروف من دون شوية هم. شوية هم. أنا عاوز أعترف لك بحاجة وأرجوكي تسامحيني. أنا كنت بكتب عليك، كنت بجري وراكي علشان تقعي في حبي وأخليك تمثلي دور الأميرة في فيلم سوق بغداد. لكن دلوقتي تأكدت إني بحبك، تقبلي تتجوزيني؟ أتجوزك؟ أيوه. قلت يا شا لكن والدي مش هيوافق، مش هيوافق ابدا. انا هقابله واقدر اقنعه. لا ما تتعبش نفسك ارجوك. يرضيك ان احنا نتجوز من وراه؟ بلاش نتجوز دلوقتي، انا هغير اسم وهشتغل في التمثيل وهعمل الدور في الفيلم. انا مش عاوزك تمثلي، عاوزك تبقي مراتي وبس. هقابل والدك ولازم يوافق. انت مصمم تتجوز اميره؟ ده جوز كان الاول لما كان راكبني الغرور، لكن انت علمتيني حاجات كتير. احب واشوف الدنيا حلوه بسيطه. استنيني، رايح حالي. رايح فين؟ رايح اقابل والدك. عادل انت أرجوك. مش عاوزين بقى دقيقه واحده. عادل بس اسمعني، انا عايز اقول لك حاجه مهمه. عادل الو. ايوه انا افندينا. بوس. ايوه انا سبت الطين. بعدين افهمك بس تحصلي. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه تحصلينا على لقب مصيبه وحطت. بعدين افهمك، اصل لازم نسيب السرايا حالا. ايوه طيب. والله راح تعب الليالي والله، واللي ما كان على بالي جرالي والله. والله راح تعب الليالي والله، واللي ما كان على بالي جرالي والله. الأمير موجود؟ أيوه يا فندم، لسه داخل دلوقتي. أقول له مين؟ عادل صبري. أقول له مين؟ هو عارفني كويس. أنت بتشتغل هنا جديد ولا إيه؟ أنا ما شفتكش قبل كده. لا يا فندم أنا أشتغل هنا من زمان بس كنت في أجازة. آه.
مرحبا فندينا. مين كان ينتظر يا صاحب السمو ان حفيدتك الأميرة شاه فاضل تحب راجل عادي ابو فلاح من كفر حميدة؟ في جنة الخلد ربنا يديك الصحة ويمتعك بشبابك، ألف رحمة تنزل عليك يا أمير. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. أنت مين؟ أنا الأمير فاضل الكبير اللي توفيت يا سمو المرحوم. لا مؤاخذة يا فندينا، هم اللي قالوا لي كده. قالوا لك إيه؟ قالوا لي إن سموك كنت منفي مع الخديوي في أوروبا، وإنك اتجوزت المغنية المشهورة جوزيبينا فرناندو. وبالأمارة سموك توفيت عام 1930. مين اللي قال لك المعلومات دي؟ حفيدة سموك الأميرة شاه فاضل. شاه فاضل؟ شاه فاضل. تعال يا ابني اقعد. الأميرة شاه هي اللي قالت لك كده؟ أيوة يا فندينا. وشفتها فين؟ هنا يا فندم. هنا؟ هنا فين؟ هنا في الهول وفي الصالون وفي الجنينة وفي الحمام. حمام؟ حمام السباحة. السباحة يا أفندي، الأميرة شاه ما جاتش القصر ده من 4 شهور. مش ممكن، الأميرة شاه هربت النهاردة من القصر، وأنا كنت جاي أخطبها من والدها سمو الأمير محمد فاضل. ابني؟ ابنك. ابن محمد مات من 7 سنين يا أفندي. أهو ده بقى مش ممكن، يستحيل. يستحيل إزاي؟ ده ابنه وأنا دفنه بإيديا دول. إيه الحكاية؟ أموات بيصحوا، صاحيين بيموتوا. أنا بحلم ولا إيه؟ حصل خير، حصل خير، مع السلامة، مع السلامة يا ابني. مع السلامة إزاي؟ الأميرة شاه منتظراني آخد إذن والدها، وأنا مش عايز أتجوز من وراه. الأميرة شاه والدها متوفي، وملهاش حد في الدنيا غير جدها انا، امير السابق محمد فاضل. طب واخوها الامير السابق حسن اللي كان عاوز يضربني بالنار، ولا جدتها اللي كانت عاوزه تقلعني الجزم اقربها الاسبوع اللي فات؟ عزموني هنا وغنينا ورقصنا، وبالاماره وقعت في البسين ودقني وشنبي عاموا على وش الميه. دقنك وشنبك عاموا على وش الميه؟ اصل الحكايه لها اصل. اصل؟ انا هريحك. الو الكازينو، اديني ابراهيم الجرسون من فضلك. جيتو جيتو شا. الله، ايه اللي نزلك تحت يا حبيبي؟ يا جدو نفسي اشوفه، نفسي اقابله، بحبه يا جدو بحبه. اطلع فوق دلوقتي. اطلع. شا، انا شفته من فوق وهو جاي بالعربيه دلوقتي يا جدو. حلو، حلو قوي 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 يا جدو. مشيت انت بعدي على طول؟ معلش، راحت فين؟ نفسي اتجوز يا جدو، بيقولوا الجواز حلو قوي. حاضر يا حبيبتي، هجيب المأذون حالا دلوقتي. بس اطلع فوق دلوقتي البس الطرحه عشان تقابل عريسك. وهتعمل لي فرح كبير قوي قوي. امال يا حبيبتي؟ طبعا. وهقضي شهر العسل في الكونغو. في الكونغو يا حبيبتي، في الكونغو. ميرسي يا جدو، عقبالك. يا رب. وانا بقى هخلي الخروف ينطحن كده اهو. يلا يا لادة، لبسيني الطرحة بتاعت الفرح بتاعت ماما. كويس كده؟ هم فاتوا عليها، اخدوها من الكازينو. هم مين يا ابني دول اللي خدوها؟ والدها واخواتها، هيسفروها اسطنبول عشان تتجوز كربال مهندار. كربال مهندار؟ المهراجة، ما انت عارف كل حاجة. ايه هدي اخلاقك يا ابني، هدي اخلاقك. انا هبعت اجيبهم لك كلهم من تحت الارض. بجد؟ بجد صدقني. اتفضل سيادتك استريح في الصالون. انما قلت ايوه، انت كنت فين وصحيت ازاي؟ صحيح انا ما انسى. شوف اطمن حضرتك استريح في الصالون، وانا هخليك تستريح خالص، هريحك خالص صدقني. اتفضل سيادتك في الصالون. الو،
دكتور شوقي، سيادتك انا الامير فاضل سابقا. اهلا وسهلا. ايوه كده. ايوه لا تفسيرها بسيط قوي وحصل منها كتير قبل كده. هي لازم سمو الاميره اثناء ما كانت عندنا في المصحه وقعت في غرام مريض من قسم الرجال. ايوه، وعاشوا قصه الحب اللي بيقولوا عليها. انا اشوف انك تاخدهم على قد عقلهم وتوافق على الجواز. ايوه جوزهم فعلا، ده احسن علاج ليهم، وفي احتمال كبير انهم يخفوا. تقرا الفاتحه دلوقتي وتتمم الخطوبه، بس ارجوك تهودوا واوعى تحسسوا انه مجنون. مع السلامه يا فندم. يا ابني ما هو ما تحاولش تضيع لي وقتي، انا هروح الحقهم على المطار. ما هو لا يمكن هتسافر اسطنبول ولا يمكن هتتجوز المهراجة وتربط سموك. ما هتتجوز حد اللي انا هتتجوزها. يا ابني هتتجوزها ازاي؟ حالا دلوقتي. هي فوق، مش احنا لقيناها. اشوف صبرك يا ابني صبرك يا عبدو. هي اصلها بتلبس وعشان تضبط نفسها. يا عبدو يا فندم خلي الاميره تنزل هنا حالا. حاضر. سيجاره يا فندم. ليه الأميرة قالت لي إن سموك توفيت؟ كانت خايفة يا فندم لحسن أرفض الجواز. وإزاي ولاد سموك ماتوا وبعدين عاشوا؟ ربنا قادر على كل شيء يا فندم. بقى سيادتك جيت هنا الجمعة اللي فاتت وعملوا لك حفلة فاخرة. شوف إزاي. ولبست مهراجة وجيت راكب فيل. فيل؟ ما شاء الله ما شاء الله. واسم الكريم إيه؟ عادل صبري. وسموك متأكد انها فوق؟ الوقت هتشوفها بعينيك. اتفضل يا ابني اتفضل نقرا الفاتحة. الفاتحة؟ ايوه. الفاتحة. هي طلبت كده. عندك مانع؟ لا. وملوحة كده ليه؟ ده شوية روماتيزم. روماتيزم؟ وإيه اللي جاب لها روماتيزم؟ كانت معايا من نص ساعة. ما قلنا لك يا ابني ربنا قادر على كل شيء. سلم على عروستك يا ابني. شيل الطرح يا ابني، انت مكسوف من عروستك. اي شاه سيبيه يشيل الطرح. ايه ده؟ ايه؟ مش هي. هي دي اللي مش هي. انتوا غيرتوها. مش شاه. عريسي حبيبي. سيبيه يا شاه. ويؤكد الأطباء أن عادل صبري يعاني صدمة نفسية شديدة وسيظل يعاني من المرض حتى يعثر على الفتاة التي فقدها. هذا ولا يزال رجال البوليس يوالون البحث عن هذه المحتالة وعن جميع أفراد العصابة الذين احتلوا قصر الأمير السابق. أيوه أستاذ عادل؟ لا يا فندم، استاذ عادل مسافر. شربهم دلدل وكوية شعرها عند مكواجي رجله.
انت من سنين وانا بحلم اجي مصر وامثل قدامك. املي كان كبير وكنت عايزه اكبر معاه، لكن صدمتني. عزت عليا نفسي وصعب عليا منك قوي. حبيت اثبت لك ان البني ادم مش بشكل ولا مظهر. كانت تمثيليه، ما كنتش عارفه هتودينا على فين. انت حبيت الامير اشاه، لكن انا معلش. المهم انك تخف وترجع لشغلك تاني وتلاقي الاميره شهرزاد. استني ارجوك. ما اقدرش استنى. انا جيت لك والبوليس بيدور عليك. حبيت اثبت لك حاجتين، اني بعرف امثل واغني، واني مع كل اللي حصل. أحبك يا شلبي.